السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل: ايه هي لغات البرمجة المستخدمة في تطبيقات الحوسبة السحابية والتي يجب تعلمها؟ طيب، البرمجة يبقى انا بعمل حاجة للكمبيوتر، تمام؟ في حاجات بتبقى على الديسكتوب، تمام؟ وطبعا كل حاجة بيبقى ليها لغة البرمجة بتاعتها. كان في كتاب كده احط الرابط بتاعه بيوضح كل حاجة لغة البرمجة انا عايز ابرمجها. يعني عايز ابرمج للريفت، ايه لغة البرمجة عايز اتعلمها؟ لو عايز ابرمج للاركاد، ايه لغه البرمجه اللي انا عايز اتعلمها؟ لو برمج بالبلندر، ايه لغه البرمجه اللي انا المفروض اتعلمها؟ وفي برمجه للموبايلات، ودي كويسه جدا لان تقدر تحط اعلانات بسهوله ويقدر تجيب دخل على طول لو الناس كتير استخدمت التطبيق بتاعك. وفي الحوسبه السحابيه لو انت بتشتغل على كلاود. طيب، بتشتغل على كلاود يبقى الاساس بتاعك لازم تكون فاهم ال HTML، هايبر تكست مارك اب لانجوج، فاهم ال CSS، الجافا سكريبت. دول اهم ثلاث حاجات ايا كان الحاجه اللي انت هتشتغل عليها، لازم يكون معاك الثلاثه دول في الاساس. وبعد كده اوتوديسك منزله اوتوديسك فورش، ده كويس جدا لموضوع البرمجه، بيسهل لك ان انت تبرمج، بيديك امكانيه ان انت تتواصل مع خدمات كتيره جدا زي بنت 360، فهتبقى مفيده جدا جدا لو معاك الثلاثه دول. وبعد كده مثلا هتلاقي نفسك مضطر ان انت تعرف جزء مثلا من البايثون، بس من دون تتعلم طرق برمجه بتلاقي الباقي سهل. فهنا مثلا امثله على الفورش اي بي اي، في حاجات خاصه بالرياليتي جابت شارت، في حاجات خاصه بالديزاين اوتوميشن، في حاجات خاصه بالبيب 360، وهكذا. ممكن تربط حاجات خاصه بالريفت مع بيب 360، في حاجات كتير جدا تقدر تشتغل عليها من خلال ان انت تقدر تربط البرامج ببعض، تمام؟ فديسك بورش من الحاجات اللي ديسك عاملها، طبعا في حاجات كتير جدا بس ده كمثال يعني.